أعزائي مشاهدي الفضائية القبطية في كل مكان في أمريكا وكندا وأستراليا وأوروبا والشرق الأوسط، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي حوار ورسالة. الحقيقة قبل ما أخش في موضوع حلقتنا النهاردة وهو التغول على السلطة القضائية ومحاولة السيطرة عليها، لأن معروف أن السلطة في مصر في ثلاث فروع ليها، أو السلطة في مصر مكون للسلطة، سلطة الرئاسة بيسموها السلطة التنفيذية بما فيها الداخلية ورئاسة الجمهورية وغيره، كل ده تبع السلطة التنفيذية، وفي سلطة تشريعية اللي بيقوم بيها أعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى والشعب نفسه من خلال الانتخابات، سواء كانت في قوانين بتمرر أو لا، دي بيسموها السلطة التشريعية. السلطة القضائية ودي الحصن، أو بقول الحصن اللي تم إنشاؤه من أيام محمد علي الدولة الحديثة، وما ترتب على بنائه طوبة طوبة لغاية لما وصلنا إن إحنا عندنا قضاء يفخر به كل عربي مش كل مصري بس، بدليل إن اللي بيضعوا دساتير دول عربية هم قضاة ومستشارين، اللي بيحكموا وبيعلموا في المحاكم وليهم مناهج سواء كانوا في كل الدول العربية وغيرها أيضا مصريين ومن القضاة المصريين. الصرح ده ما انشأوش ثورة 52 او ما قبلها، ده تم انشاؤه بمصر الحديثة بعد الحملة الفرنسية مباشرة، وهو نحن في محاولة الى يعني ما يسمى بالقضاء، لان القضاء ما كانش في الدول العربية معروف ان هو كان قضاء شرعي فقط، او القاضي ده هو التابع للحاكم، والتاريخ مليء بحكاية القضاء، وهل القضاء في قضاء انحرفوا ناحية الحكام وفي قضاء ما كانوش مع الحكام ونكل بيهم وهكذا، إلى أن يبقى في هيئة منقولة عن الحضارة الأوروبية أو الدولة المدنية الحديثة اللي هي موجودة في أوروبا والدول المتقدمة وتسمى بالسلطة القضائية. طبعا ما قبل 52 وما قبل ثورة 52 وعبد الناصر كان فيه السلطة القضائية، وكانت في يعني أسمى صورها، يعني كان القضاء المصري شامخ إلى درجة أن الدنيا كلها ما كانش فيها أي حاجة في اللي حوالينا من الدول العربية فيها حاجة اسمها القضاء حتى، أو ما يسمى بالقضاء اللي احنا كنا بنروح محكمة وكان عندنا محامين وفي نيابة. ويمكن أفكركم بالتاريخ، يوميات نائب في الأرياف لتوفيق الحكيم وغيره من القضاء العظماء في مصر، وفي اللي عايز افكركم في قضايا شهيره جدا مستشاريننا وقضاتنا كانوا نجوم في العالم كله، ومنها قضيه طابه ورجوع قضيه طابه بالتحكيم، وكان القضاء والمستشارين والمحامين اللي بيمثلوا الجانب هذا الجانب القانوني في مصر كانوا فخر لكل مصري. الان واليوم بيتم السطو على السلطة القضائية، نادي القضاء بيخاصم، مشروع السلطة القضائية الحديث بيقدمه حزب اسمه حزب الوسط، واحنا عارفين توجهات حزب الوسط، وقبل كده تصريح عجيب قوي من حزب الوسط بان المخابرات المصرية، خلي بالكو المخابرات المصرية ترعى ايه 300 الف بلطجي على مستوى جمهورية مصر العربية. الكلام ده قايله رئيس حزب الوسط نقلا عن رئيس الجمهورية، ولم يحاسب ولم يحاكم، وده تقصير من الناس اللي المفروض تقيم دعوة أو أقاموا دعاوي عليه، وفي الآخر خالص النائب الخاص محولهاش، وده اللي احنا بنقول عليه مش عارف نقول عليه ايه، نقول ان النائب العام هل هو الوحيد اللي في مصر بيحاول انه يحرك الدعوه؟ هل الدعوه لا تحرك الا بالنائب العام؟ هنسال الناس القانونيين فيها. ويعني ايه تغول على السلطه القضائيه ومحاوله اخضاعها لسبب ما؟ وهل يعني مسلسلات البراءه اللي احنا بنشوفها دي اللي بيقول عليها رئيس الجمهوريه يعني يقول لك مهرجان البراءات ده، هل مهرجان البراءات ده ناتج عن السلطة القضائية بس، ولا السلطة التنفيذية هي المفروض انها بتقدم الناس الدليل على الإدانة؟ يعني السلطة القضائية ممكن انها تشوف المستند
صحيح ولا لا؟ لو قدمت له مستند مزور وثبت انه مزور هيحكم ازاي ان هو صحيح؟ فانت بالدليل وبالمادي، الدليل المادي، الأدلة المعنوية، الأدلة السياسية، الأدلة بتاعت الرأي العام، قد يأخذ بها القاضي في مجريات الأمور وقد لا يأخذ تبعا للقانون اللي قدامه، لأن هي احنا بنقول القانون والمادة، القانون والمادة، يعني الموضوع ما هوش لفكر الاستشعارات أو التخمينات أو 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 إلى آخره. بالنسبة للقضاء هم يعملون في منظومة موجودة، ويمكن الشعب المصري راضي بشكل كبير قوي عن أداء القضاء في أغلب القضايا، إلى أنه حتى لو ظلم من القضاء بشكله الحالي فهو عنده السكة وعنده الطريق أن هو يبتدي يفعل تاني الموضوع أو يبتدي يعيد الموضوع من بدايته بالطرق القانونية. التغول على السلطة القضائية بالدعاء تطهيرها ده شيء مغرض، وانت في مرحله انتقاليه عايز تخلي السلطه القضائيه معاك ليه؟ وايه الداعي ان في مرشد، المرشد العام السابق يقول ان في حركه تطهير القضاء ب 3500 قاضي؟ احنا معروف عدد القضاة تقريبا في حدود 12 او 14000، معنى انك بتقول 3500 قاضي يعني 25% من القضاة، 25% تقريبا ويمكن اكتر، انت بتقول انهم هيمشوا وهتجيب بدالهم، هتجيب بدالهم منين؟ فمرحلة يعني أو مرحلة صعبة جدا على القضاة إن لم يكونوا هم أصحاب فكرة تطوير، مش عايز أقول تطهير لأن تطهير دي كلمة كبيرة قوي على القضاء، لأن لو القضاء فاسد فمصر مش هتنفع تاني، إنما لو القضاء فيه حاجات هم القضاة فاهمينها وهم اللي يقدروا يسدوا الثغرات دي، وهم اللي يقدروا، هم اللي يقدروا ينشئوا العدالة الانتقالية بمعرفة أو بقرارات من السلطة التنفيذية، ده إذا كان عندهم رغبة وعندهم هدف أن فعلا العدالة الانتقالية دي تكون موجودة، وإلا هم راحوا اتفقوا، الإخوان اتفق مع السلطة التنفيذية اللي قبليها منهم بقيادة الراحل عمر سليمان، وقعدوا مع الجيش والمجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي، كانوا بيتفقوا على ايه؟ ايه الاتفاقيات اللي المصريين مش واخدين بالهم منها؟ وهل القضاء كان طرفا في هذه الاتفاقيات، كان يعلم او لا يعلم؟ دي حاجات بقى يكشفها التاريخ، لكن في الاخر خالص هم قعدوا مع السلطة التنفيذية اللي كانت موجودة، وتم انتقال السلطة التنفيذية بهذه الاتفاقية بنفس المعايير بنفس الكيفية. الان تحاول ان تخضع بعض القضاء، مش كله، يعني انت بتشكر في النائب العام وده قضاء، بتشكر في وزير العدل وده قضاء، بتشكر في احيانا في مجلس الاعلى للقضاء ولا، وبتشكر في الدستوريه واحيانا تحاصرها، بتشكر في القضاء وتشتم في نادي القضاء، مش عارف ايه، حزب الحريه والعداله لا يدعي ان هو بيقدم السلطه القضائيه بس يقول لك حزب الوسط. اشمعنى حزب الوسط؟ طب ما في حاجات تانية غير حزب الوسط، وحزب الوسط ايه ثقله اللي يعني ممكن يقدم بيه حاجة كبيرة زي دي ان هو يعدل او مش عايز اقول تطهير السلطة القضائية، لان تطهير السلطة القضائية معناها ان ما فيش سلطة قضائية في مصر صالحة، وده يعني معناه ان ما فيش دولة، لكن السلطة القضائية موجودة ان كان في ثغرات وكان في عيوب سواء من القانون او بتعاونها مع الجهات التنفيذية أو مع السلطة التنفيذية، فدي المفروض أن لو في برلمان منتخب من كل الشعب يعبر عن هذا المضمون وهذا الإطار فده هيبقى حاجة جميلة، لكن اللي احنا شايفينه على أرض الواقع غير كده تماما. والصور اللي بتحمل اللافتات للقضاء نحاول نخلي المخرج يعرضها قدامنا على جمعة تطهير القضاء اللي كانت طالعه ايه؟ كان اول الثوار والمدنيين طالعين بجمعه اسمها جمعه انهاء حكم الاخوان. قال لك لا، انهاء حكم الاخوان؟ لا احنا هنطلع بحاجه تانية بقى، هو احنا فاضل لنا ايه من السلطات اللي موجوده؟ سلطه تنفيذيه وخدناها، سلطه تشريعيه وادي مجلس الشورى موجود، يبقى فاضل السلطه القضائيه، نطلع يوم الجمعه بتطهير السلطه او تطهير القضاء او ما يسمى بذلك. معنا على الهاتف وناخد برضو رأيه في هذا الموضوع
الاستاذ سامي دياب رئيس منظمه عرب بلا حدود. مساء الخير يا استاذ سامي. مساء الخير يا استاذ عادل. ربنا يخليك يا استاذ سامي. يعني من وجهه نظرك لماذا او لماذا كان يوم الجمعه حاجه بما يسمى جمعه تطهير القضاء؟ والله هي هو ده اعلان جماعه الاخوان وده كلام مضحك يعني. بالظبط. هو هي هم كانوا المفروض يسموها جمعه الاستيلاء على الايه السلطه القضائيه كمان. طبعا المساله دي هي محاوله من جماعه الاخوان للاستيلاء على مؤسسه السلطه القضائيه بالكامل بعد استيلائهم على النيابه العامه وتعيين نائب عام خاص بهم بيمتثل لكل من يعني كل قرارات النائب العام اللي بيصدرها في الايام اللي عدت دي. انا بعتقد ان هي من داخل جماعه الاخوان، جماعه الاخوان بتبعتها له هو مجرد ان هو بيوقع عليها وخلاص. فحتى يعني ان قرار الافراج عن مبارك طعن عليه فورا، في قرارات كثيره جدا هم ما بيطعنوش عليه. لكن هو كان سريع جدا في الطعن على والاعلان على انه هيطعن على قرار الافراج عن مبارك النهارده. فدي كانت محاوله من جماعه الاخوان او هيبقى في محاولات متكرره للسلاح. بس انا يعني انا عايز بس اقول نقطه هنا يعني نقطه اعتراضيه على الاعتراض على الافراج عن مبارك. طب ما انت السلطه التنفيذيه وانت قلت ان في ادله جديده ظهرت، فين الادله الجديده اللي انت بتعرضها في المحاكمه الثانيه او المحاكمه الثالثه او بدون محاكمات لتفتح التحقيق مره اخرى؟ فين الادله الجديده؟ ما انت معاك السلطه التنفيذيه الان، والسلطه التنفيذيه هي اللي تقدر تجيب الدليل مش السلطه القضائيه. فالتناقض ده والتعارض ده انت بتعترض على ايه؟ زي ما بتعترض على ان واحد بريء بس لا معلش انا هقيم النقد. طب ما انت بتضيع فرص الشعب في انك انت يعني يبقى مبارك يتحكم محاكمه ابتدائيه واستئناف ونقد وفي الاخر طلع براءه. هو ده اللي بيعمله، مفيش دليل جديد. ولا حضرتك شايف موضوع غير كده ان هو مبارك بالنسبه لنا او بالنسبه للشعب المصري خلاص هو المفروض انه عصر انتهى، يعني ما هوش من الاول خالص في المحاكمات من الدلائل اللي كانت موجوده وحولته جنائي وهو سياسي والعمليه مبعككه في بعضيها. يعني محاكمه مبارك دي ليست عداله انتقاليه بالمره، ولكن في ثغرات جدا في القانون اللي موجود حاليا ممكن انه ينفذ منها مبارك او غير مبارك. فكون ان هو بيعترض على حاجه وهو السلطه التنفيذيه في ايده ومش مقدم الدليل فالموضوع هنا متعارض مع بعضه. حضرتك ليك راي في الموضوع ده؟ اتفضل. هو في تكمله الموضوع المليونيه اللي هم عملوها ديت، هل يجوز ان حزب حاكم ينظم مليونيه من اجل الاستيلاء على السلطه القضائيه؟ ده شيء مؤشر خطير ما بيحصلش. يعني انا بتصور لو حزب اخر غير مش في السلطه عمل المليونيه دي ماشي، انما السلطه التنفيذيه او الحزب اللي هو مهيمن على السلطه التنفيذيه بيعمل مليونيه من اجل ايه؟ اسقاط او الهيمنه على السلطه القضائيه. اذا هو كده بيسعى الى السيطره على كل الايه؟ السلطات. اما بالنسبه لمبارك طبعا احنا موقفنا من مبارك موقف معروف جدا من زمان من قبل الثوره بسنوات يعني احنا مش مع مبارك، لا، لكن احنا ضد التنكيل بمبارك. بالظبط. وضد اهانه مثلا مصري ايا كان حتى لو هو اجرم، اذا اجرم هذا المصري عليه ان يحاكم طبقا للقانون وطبقا للقضاء العادل وليس القضاء الموجه. بالنسبه للي بيحصل قضيه مبارك، هم ليه فين المتهم الاول في قضيه مبارك؟ مبارك على فكره مش يعني هم بيتهموه او القضيه كلها بتتكلم على انه هو المحرض او ان هو اللي ساب الموضوع ان هو يوصل لايه لمساله قتل الصور. لكن هل السلطه التنفيذيه قدرت تجيب المتهم الاول اللي هو اطلق الرصاص على الصور فعلا؟ الكلام ده مش حقيقي، ما وصل يعني احنا ما سمعناش اللي فيه متهم اول، اللي المتهمين الاوائل احنا كنا في الثوره من البدايه وعاصرناها ساعه بساعه. وفي ناس بعتقد اللي في بعض الاقاويل بتقول ان الاخوان هم متورطين في اطلاق النار في احداث بدايه الثوره. اه اه ف
فاحنا عايزين الموضوع يعني اذا كنت بتحاكم مبارك على قضايا قتل الثوار فاحنا عايزين نحاكمك انت رخل على قتل اكثر من 200 شاعر بعد كده في عهدك، يعني مرسي يجب انه يحاكم بالتوازي مع مبارك. بالظبط. احنا لما بنسمع الـ 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 الخلل، احنا تحولنا من الدوله القمعيه الى الدوله المرستانيه. والمرستان ده هو يعني المستشفى الامراض العقليه، طبعا ممكن ما تكونوش عارفين التعريف ده، لكن تحولنا لدوله غريبه، دوله ناس بيتصرفوا كما لو كانوا هم يعني ناس مجانين. دوله هم قصدينها يا استاذ سامي، ما هو دوله الفوضى، يعني دوله الفوضى هم قصدينها، لان من الفوضى دي ممكن يعمل نظام او يخترع نظام او يتجه بالدوله الى نظام هو عايزه حسب ايديولوجيته. حضرتك شاعر بده زي كل المصريين، ولا هو تم انتخاب الاخوان لغرض ما في نفس يعقوب؟ انا مش فاهمه حتى الان. هو بيسعى الى انهاء دوله مصر وتاسيس دوله الاخوان، والكلام ده طبعا احنا شفناه في يعني زي ما تاسست الدوله العثمانيه اسقطت الدوله اللي قبلها. بالظبط. بيرجعنا للتاريخ يعني. هم بيأسسوا دوله الاخوان، وطبعا انا بعتقد ان هم حتى الدستور اللي عملوه ده وحتى الحاجات اللي احنا مش راضيين عنها دي هيسقطوها في يوم من الايام، لكن لما يتمكنوا، لما يدقوا جذورهم في ايه في كل اعماق الدوله المصريه ويسقطوها ويعلنوا دوله الاخوان بقى الكبرى، دوله انا ما يعني شكلها هيبقى مأساوي جدا، هيبقى شكلها رهيب جدا، دوله لا تعترف الا بالاخوان، جماعه الاخوان بجماعه يعني عنصريه، جماعة قائمة على مصلحة. يعني ايه ال 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 الحاجة اللي ممكن تبقى مثيلة لها في التاريخ يعني قريب قوي منها رغم ان العصور هتبقى متفاوتة يعني؟ هي الدولة العثمانية. لا ده قبل الدولة العثمانية، يعني الدولة العثمانية كان عثمان دي هو اللي بيتولى انه يبقى والي، انما الدولة اللي هو ممكن يبقى تجيب واحد من العراق يحكم في مصر ويجيب واحد من الهند يحكم في الصين، اعتقد انها دولة المماليك. لا ده دولة المماليك هتبقى أرقى من دولة الإخوان بكتير كمان. طبعا لا، الدولة العثمانية في بعض الحاجات اللي حصلت فيها يعني يقشعر لها الأبدان، يعني احنا لو اتكلمنا على 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 مذابح الأرمن وإن دولت كانوا ده مذابح المسلمين الأول في الغزوات والفتوحات بتاعت الدولة العثمانية، وإن اتنين قنصوة الغوري وتومان باي والاتنين اتقتلوا وتعلقوا على يعني ده أول مثل قبل المذابح الأرمينية. برافو عليك. هو مسألة إن هو حينما دخل سليم الأول مصر شنق قنصوة الغوري على باب زويلة وجاب كل ضباط الجيش المصري وعدمهم، على فكرة ده التاريخ بيقول لك قنصوة الغوري بس، لكن لو انت عارف في الحقبه دي بالظبط المماليك البحريه والمماليك لما جه يفكك الصناعات وخد العمال ونقلهم الاشتانه وبدا عصر تاني، عصر من اجل ايه؟ تحويل هذه المنطقه، منطقه طبعا جزء كبير من الوطن العربي منه مصر، الى منطقه يعني بتخدم الايه؟ اوهام وافكار هذا الرجل اللي هو الايه السلطان العثماني بس. مش هنقول اللي هو يعني والسلاطين اللي اتت بعده، يعني هو ما قدم لناش شيء خالص، يعني بس احنا ما شفناش منه اي خير. على العكس ده مصر كانت بتقوم بحركات تحرر ضد السلطان العثماني، ومنها حركه علي بيه الكبير وغيره وغيره وغيره، الى الحمله الفرنسيه وبعد كده انشاء الدوله المدنيه الحديثه على يد محمد علي، وكانت كل ده موجوده الخلافة العثمانية أو الدولة العثمانية، مش عايز أقول خلافة لأنه لا يخلف أحدا، لأنه نظام لم ينقل نظاما من قبله عليه، يعني هو جه كده وهو لم يشبه أي نظام ما قبله. يعني هي خلافة عثمانية وليست خلافة إسلامية، يعني احنا عايزين نفرق علشان الناس ما ايه، ما هم برضه هم عشان يضموا أو يبقى في حنين للناس يطفي كلمة إسلامية عليه زي ما السكوك الاسلاميه ورجعوا بكلامها كده. هي عمليه تجاره بالدين الاسلامي برضه، هي كانت عمليه تجاره بالدين الاسلامي. هم بيستخدموا حاجه مقدسه من اجل ايه؟ اصفاء شرعيتهم يعني. الاتجار بالدين ودي كانت سمه من سمات العصور الوسطى، والعثمانيين دول كانوا في العصور الوسطى، فيعني الموضوع ده كان موجود على مستوى العالم كله،
وأوروبا ابتدت تتخلص منه في سنين لاحقة بعد ذلك. لكن إلى الآن احنا كل المثل اللي قدامنا هو العصور الوسطى والاتجار بالدين ودخول الدين في السياسة. طبعا ما هو يعني انت بتشوف مين اللي بيدعمه في المشروع ده، هو رجب طيب اردوغان، مين اللي بيعمله بينظموا عمليات. صدقني الموضوع اخطر من ايه، من ان هم يسيطروا على مصر الاخوان بس. يعني احنا شفنا بعد اسقاط ليبيا تحولت ليبيا الى مركز تدريب الارهابيين، اشياء خطيره بتحصل هناك، العالم غض الطرف عن هؤلاء، ده قنبلة موقوتة بالنسبة لنا. يعني احنا بنتصور ان احنا لو دخلنا في صراع شديد شوية مع جماعة الاخوان هيجي لنا ارهابيين من هناك علشان ايه، يحاولوا ان هم يساندوا الاخوان. احنا بنشوف ان كانت سوريا او ليبيا او بعض الدول او دول او معظم دول الوطن العربي قد تتحول الى لو تحولت الى دولة اخوانية هيبقى الوضع شيء صعب، شيء دامي جدا، والعالم كله هيتضرر منه على فكرة. يعني أنا بتوجس خطر من إن إحنا نوصل للنقطة دي. طبعا اللي انا عايز اقوله لك ان تفكيرك مظبوط صح. صاحب تفجيرات بوسطن الشهيرة اتضح انه سوري الجنسية، ده اخر خبر يعني ده الخبر ده جديد لانج اهو. طب والشيشاني سوري صاحب التفكير في الموضوع نفسه سوري الجنسية، فهم يعني انت عارف ايه المنظمة اللي ممكن تجمع سوري مع شيشاني مع ليبي مع مصري مع حماسي، مع مفيش غير منظمة واحدة حضرتك عارفها. طبعا جماعة الاخوات دي هي العباية بتاعت الجماعات الارهابية. يعني كل الجماعات الارهابية طلعت من تحت عباية الاخوات، لان يعني انت لو انت شفت قريت لسيد قطب وشفته كان بي يعني افكاره ايه، كانت افكار بتقول الى المعنى ده. يعني هي كانت يعني هو كان اساس كلامه على ان هو يشيع الفتنه الايه المذهبيه بين ايه عنصريه الدين الاسلامي شيعي او سني. كذلك ان هو كان بيجي لبعض الطوائف الاخرى زي المسيحيه او كده ويبدا ان هو ايه يقلل من شانهم جدا ويحاول ان هو ايه يفرض الوصايا عليهم بكل المعاني. يعني انت لو جيت تبص تلاقي القانون اللي كان معمول به لحد دلوقتي في مصر اللي هو قانون الباب العالي. تمام. الباب العالي ده ان مساله بناء الكنائس ومساله قام دور العبادة المسيحية وحتى المستوصفات الطبية والصحية والخدمية والحاجات دي كانت لازم بقرار، طبعا قرار سيادي او قرار من اعلى سلطة في الدولة او كده. فاحنا بنشوف ان الناس دولت اصلا طبعا هم ده انا كمسلم بعتقد اللي هو اساءة للدين الاسلامي، لان الدين الاسلامي ما قالش كده ابدا. يعني الدين الاسلامي ما هو المشكلة يعني. أستاذ سامي أنا عايز أقول كلنا تربينا يعني في عهد، يعني أنا لاحظت أيام جمال عبد الناصر ما كانش فيه خالص من الكلام ده، لكن السادات بفكر فردي تماما ومجموعة من اللي حواليه ابتدى يحارب الاشتراكيين بدخول الجماعة حتى بنسميهم الجماعات الإسلامية المتطرفة وقتها، وابتدى يبدأ بالجامعة، وكان صاحب الفكرة محمد عثمان محافظ أسيوط، ومن هنا بدأت فكرة الإسلام السياسي ودخوله في المعركة السياسية من أيام السادات، ودفع ثمنها كويس قوي، وكلنا عارفين الثمن اللي دفعه السادات. حسني مبارك كانت عينه عليهم، لكن في نفس الوقت كان بيستخدم سياسة العصا والجزرة، كان ضعيف، ما قدرش يحسم الوضع معاهم. يعني حسني مبارك يعني كان بيهادنهم، وجاب شيخ العرب وزير للداخلية وابتدى يعمل معاهم حوارات. انت حضرتك يمكن عارف احنا اتكلمنا على قبل الثوره واحنا كنا ضد مبارك قد ايه، لكن مبارك يعني انا لما باجي اقيم الوضع الحالي ووضع مبارك كان في دوله مؤسسات، كان في دوله بتحترم حريه القضاء، انما ده ما بيحترمش حاجه خالص. بس ما دوله المؤسسات دي تم اختراقها من الاخوان والجماعات في كل معترك من معتركات الدوله، وكان بموافقه وبرضا من الرئاسه. حاليا الوضع اسوأ يا استاذ عادل. حاليا انا عارف ان الوضع اسوأ،
وعارف يعني ان دلوقتي أنا السلطه القضائيه ما زالت صامده، لكن هل تعتقد ان السلطه القضائيه ستصمد كثيرا؟ طبعا احنا مع السلطه القضائيه واحنا مع القضاء مصر الشرفاء، وانا اتحجزت في 2006 علشان القضاء، ومستعدين ان احنا نناضل ونكافح معاهم. ارسلنا اشارات لهم ان احنا معاهم وان احنا متضامنين في كل الاحوال. ايه اللي ممكن يعمله القضاء كاجراء استباقي للغول التنفيذي اللي جاي يقضي عليه؟ لان هم دلوقتي سلطتين ضد سلطه، السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه بتتحدى سلطه القضاء، وتحدي سابق. هو يا استاذ عادل، علشان نبقى واضحين، مفيش حاجه في مصر اسمها سلطه تشريعيه. مجلس الشورى ده ليس سلطه تشريعيه، بس هو اللي ماسك التشريع. لا بس هو 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 الرئيس مرسي هو من اسند السلطه التشريعيه لمجلس الشورى. مجلس الشورى ده منتخب بنسبه 5.5% من الناخبين راحوا صوتوا، وبيهيمن عليه السلفيين واعضاء حزب النور. انا بعتقد ان هو ان احنا نتكلم على انه السلطه التشريعيه ده كلام ايه يعني، كلام يعني هو غير قانوني اللي ده يبقى السلطه التشريعيه. حتى لو كان الاخوان عايزين كده، احنا بنقول اللي يجب ان كانت السلطه التشريعيه توقف، ما يبقاش تتوقف هذه السلطه عن اصدار القوانين، حتى مجلس شعب جديد، وحتى ان الوضع الثوره المصريه دي اللي هي الحاليه من اجل اسقاط الاخوان تظهر نتائجها يعني. فاحنا كنا يعني احنا كنا بن 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 متصورين ان هو مش يتطرق، لانه يسند السلطه القضائيه بشكل كامل لمجلس الشورى. مجلس الشورى ده يعني ما يعني اذا تحدثنا عن اي قانون هيصدروه زي قرارات النائب العام، هتكون غير شرعيه، او الشعب مش هيعترف بها. يعني حتى حينما يصدر النائب العام قرارات بضبط واحضار نشطاء، احنا بننبه عليهم ان هم لا يمتثلوا لهذا الامر وما يروحوش، وحتى لو اتقبض عليهم رغما عن انفهم ما يتكلموش قدام وكيل النيابه اللي هم بيحضروا قدامه. وده الحاجات اللي جزء من العصيان المدني الايه لسلطه الاخوان. فان شاء الله احنا بنأمل ان احنا ثورتنا الحاليه من اجل اسقاط الاخوان تنجح. بنتمنى ان المجتمع الدولي يعرف من هما الاخوان، وهيضروا الاخر اكتر مننا يعني. يعني اذا كنت حضرتك بتقول ان دلوقتي في متهم اول سوري او كده، هو واحد ارهابي. هم بعتقد ان هم بيعملوا كده. هي هذه الكلمه تنطبق فعلا، هو ليست جنسيته هي المعنية، ولكن توجهاته أيديولوجيته الإرهابية أولا هي دي اللي تعنينا. وليس الإسلامية، خلي بالك. لا أنا قلت الأيديولوجية، لأن معنى كلمة الأيديولوجية مفتوحة، لأن ليس ادعاء أنه ده إسلامي إرهابي. أنا أرفض هذه التسمية تماما، لأن إحنا عندنا وتربينا في وسط المسلمين الشرفاء الوسطيين الأزهريين اللي يعني يعتبروا اكتر من اخواتنا، فما نقدرش نقول ان صفة الارهاب تلتصق بالاسلام. ولكن اللي عايزين يلصقوها بالاسلام الاسلاميين نفسهم بيسيوا، هم بيحاولوا يسيئوا او المتأسلمين أو يعني، عشان يبقى اللفظ طالع صح يعني. يعني هو الاعلام هم حيروا الاسلاميين، او حيروا المسلمين، وحيروا العلمانيين، وحيروا المدنيين، وهم مش عارفين نفسهم، مش عارفين ايه وايه حدود التفكير اللي فيهم. وحتى لو انشئ دوله الاخوان حبر على ورق، هيعملوا بيها ايه؟ يعني ايه اللي هيعملوا بيها غير انهم هيسقطوا دوله مصر بعد ما تبقى مصر بعظمتها دي، وانها هي محور سياسي في الشرق الاوسط واقتصادي، تبقى في الاخر خالص مجموعه ميليشيات ومجموعه عصابات. ما اعرفش انت متخيل المنظر يبقى شكله ايه؟ طبعا هيبقى مأساوي طبعا. يعني انت يعني انا لما انا بشوف بعض افكارهم، بشوف بعض تحركاتهم، بنرصد حركتهم في بعض المساجد وهم والجماعات السلفيه اللي بيقولوا للناس يعني حينما يطلع واحد على المنبر ويبدا يتكلم على مسائل خطيره جدا، زي علينا ان نقتل هذا من اجل اقامه المشروع الاسلامي. هو انت جاي، هو المشروع الاسلامي هيجي انت هتقدر تجيبه انت هتجيبه دلوقتي؟ المشروع الاسلامي
جابوا الرسول عليه الصلاة والسلام من 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 سنين يقول لك ده 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 احنا بنعيد المشروع الاسلامي من جديد. المشروع الاسلامي كان سقط من الاساس علشان تعيده. فطبعا الكلام ده كلام ايه؟ كلام ناس بيحاولوا ان هم يتجروا بالمسألة دي، بيحاولوا ان هم يوجدوا لهم مكان. لكن انا بعتقد ان يجب ان كل الناس تتكاتف من اجل اسقاط هؤلاء الناس. الناس مين بقى يا استاذ سامي؟ الناس متمثلين في مين؟ ما احنا كده هم بيظهروا ان هم الغالبيه، وان الغالبيه هي اللي عايزه ده، وطبعا ده غير الحقيقه يعني. ولا هم 1% من الشعب المصري، ولا هم 1% من شرفاء مصر. انا بقول ان المصريين في الداخل قادرين ان هم يسندوهم اذا توقف الدعم الخارجي لهم، اذا اكتشفوا من الاخر. لان احنا حينما ننظم مظاهرات ضدهم بنضرب بأسلحة أمريكية، بنضرب بقنابل غاز أمريكية. جهاز الشرطة اللي بيضربنا ده مدعوم من 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 المعونة الأمريكية. فإحنا بنقول إن الناس دي يعني هو مدعوم من حتت كتيرة بصراحة يعني. هو مش بس المعونة الأمريكية، المعونة الخليجية والمعونة القطرية والمعونة الروسية دلوقتي. يعني يعني في تحالف من قوى العالم كله إنها تدعم هذا الموقف. زيارة روسيا دي زيارة واحد مش سياسي في الوضع الحالي ده، وفي الوضع الراهن ده واحد مش سياسي، واحد مش فاهم يعني ليه. وروسيا هو بيزور روسيا لمصر ولا الحاجة تانية؟ لا، الحاجة اللي دعم نظام الإخوان. ماشي، ما هو ممكن ما يكونش الهدف منها إفادة مصر بس، لأن هو مصر إمارة من ضمن الإمارات العربية الإخوانية. لا، هو مش هم يشيلوا العربية، هم بيكرهوا يعني. هو في اراء سياسيه بتقول ان زياره روسيا حتى يوقف اطلاق النار في سوريا، والكلام ده مش موافق عليه الروس. لا، الروس طبعا الروس لهم مصالحهم. الروس بيعتبروا جماعه الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه. طبعا انا مش عارف هو وافق ليه على انه هو يقابل واحد من جماعه. ما هي جماعه يعني جماعه براجماتيه يعني. ما هو عايز يستفيد باي وضع برضه. لكن انا اعتقد ان هو بيشوف وعايز ايه، او دي مناوره او كده. لكن روسيا عارفه مصلحتها فين. الدول الكبرى ديت ما بتتوقفش عند زياره او كده يعني. هو جاي سياسيا لازم تسمع وتشوف وتقرر في الاخر يعني. طبعا. ايه رايك في الحديث بتاعه ان هو ما عندوش اي مشاكل بينه وبين طوائف الشعب عموما، وان دي كلها مشاكل خفيفه جدا، وهو يفعل دوله القانون علشان يحل هذه المشاكل؟ ايه رايك في الكلمتين اللي قالهم للتلفزيون الروسي؟ ده هو موسى قال كده؟ انا ما سمعتوش، ما بحبش. لا، قال الكلام ده. قال بنفعل دوله القانون حينما تحدث مشاكل، وخصوصا اذا كانت مع الاقباط مثلا يعني. ده راجل كذاب طبعا. يعني مثلا انت شفت كم واحد اعتقل علشان خاطر ضرب الكاتدرائيه؟ ولا واحد. ده هم قبضوا على المسيحيين تقريبا قبضوا على المسيحيين عشان يساوموا عليهم يعني. هتسكت؟ قال لك المسيحيين هم اللي قتلوا نفسهم. سؤال اخير يا استاذ سامي، يعني اللي انا عايز اقوله، هل السلطه القضائيه انها يعني ساكته ومستكينه عشان تتلقى الضربه الموجعه بهدمها وهدم الصرح القضائي وهي ساكته كده، ولا في حاجات هي المفروض تعملها او بتعملها يعني مش ممكن تكون السلطه دي بهذه القوه وهذا يعني الترتيب الزمني اللي وصلت بيه الى القمه، الى قمه العالم العربي في وضع الدساتير والقوانين وغيره، وفي الاخر خالص هي اللي بتهدم وبدون حراك؟ فهل الكلام ده هو الصوره دي الواسطه، ولا القضاء فعلا بيتحرك؟ اتفضل. انا ما عنديش معلومات مؤكده، لكن انا متاكد ان هم هيتخذوا بعض القرارات الاستباقيه هتبقى حاسمه في المسائل ديت يعني. منهم قضيه مرفوعه على 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 مرسي بعزله، لانه هو ما نفذش قرار عزل النائب العام اللي هو عينه. تمام. او اعاده النائب العام السابق. في بعض الحاجات الايام اللي جايه هتوضح بعض تحركات رجال القضاء الشرفاء اللي احنا معاهم طبعا، وان احنا ضد التنكيل بيهم. على فكره انا اتحبست علشان خاطرهم في 2006، وفي كتير جدا من المصريين مستعدين ان هم
يقفوا من اجلهم، لان احنا لما بنقف مع السلطه القضائيه الشريفه بنقف مع نفسنا في الاول، يعني هو مين اللي بيحبس ومين اللي بيلف القضايا ومين اللي بينظر فيها يعني. احنا بنقول اللي يجب كمان كل منظمات العالم المعنيه بحريه القضاء تتضامن مع السلطه القضائيه في مصر. اللي بيحصل ممكن يبقى ليه مردود خطير جدا. تمام. فاحنا شايفين ان شاء الله هننتصر، وانا يعني ان شاء الله انت متفائل يا استاذ سامي وربنا يجعل التفاؤل في الشعب المصري كله تفاؤلا بعملا، يعني مش تفاؤل كده بس يبقى قاعد مستني، لا وعمل. لما يطلب منه راي، لما يطلب منه انتخاب يروح ويحط صوته في المكان الصحيح، يحط رايه في المكان الصحيح عشان ما تبقاش مصر متبهدله. طب هو لو حط رايه ولقى رايه ده اتزورت ما احنا عشان كده بنقول القضاء اهو، القضاء لازم يدي اجراءات استباقيه عشان يضمن الـ يعني نقول ايه، نقاء انتخابات جايه، عدم القدره على التزوير. هو التزوير هيحصل بس نسبه هي اللي هتحدد. لا ما احنا مساله اللي احنا نجزم اللي هو يحصل ده، يعني ده طبعا ايه، ده ضعف مننا يا استاذ عادل. احنا عايزين اولا عليكم على المصريين في الخارج ان هم يبقوا تنظيم حركه قويه جدا من اجل دعم ما احنا طالبنا. احنا ودينا طلب للامم المتحده ان احنا نحط تصويت الكتروني في مصر بمكان، والمصريين اللي رفضوا. مش تصويت بس، لا مش تصويت بس كمان، ما هو يعني اللي في ايدينا يعني بنعمله يعني. احنا طبعا كل شويه بتقدم مذكره في الامم المتحده، والمحامين هنا يعني ما شاء الله، والناس الحقوقيين على ما شاء الله. وعلى فكره من الطرفين، انا بتكلم على المصري عموما بكل شقي، سواء كان مسيحيا او مسلما، الاثنين هتلاقيهم بيقدموا في الامم المتحده من اجل اصلاح حقوق الانسان على الاقل في مصر. طبعا هو ايه يعني، هو ليه يعني، انا ليه المصريين في الايام اللي عدت في لسه عاملين مظاهرة أول امبارح، هنذيعها بكرة إن شاء الله. هي كانت تسجيل تعذر إنها نقلة، عمل مظاهرة في نيويورك، يعني 5000 واحد، ما هي الصغيرة في الخارج. صغيرة يا أستاذ عادل، إحنا عايزين مليون، عايزين أصلا النشطاء. هو إحنا تعداد المصريين هنا تقريبا من 750 ألف مليون. أنا بأمل إن هم يتجمعوا في مكان واحد ويعملوا مظاهرة يعني. لا، في نشطاء أمريكان بيتضمنوا أكيد. والناس كلمتنا قالوا احنا لو لقينا مصريين نازلين ننزل معاهم. فاحنا عايزين يعني يبقى في حركه متواصله مع الداخل هنا، يعني حركه الخارج لما بيبقى، لما احنا بننظم مظاهره في الداخل وبنلاقي مظاهره في الخارج بتدي لنا قوه اكبر، او بتخلينا ايه نبقى هو يعني في مظاهره يعني بكره تقريبا في لوس انجلوس. انت عارف ان المصريين متفرقين على 52 ولايه، فكل يعني المظاهره هنا مش بتعدادها على فكره، يعني ممكن 20 واحد يعملوا مظاهره ويبقى لها تاثير في الراي العام الامريكي اكتر من الالافات اللي حضرتك بتخلي. طبعا العدد لما بيبقى اكتر بيبقى احسن، لكن هو في الاخر خالص انه بيبصوا على الموضوع ده، لان الاعلام بيتوجه تماما وراسيا ومباشره الى هذه المظاهره وماذا تقول. هو طبعا ان كان يجب ان المصريين يعملوا 5000، صدقني ما هماش قليلين، 5000 كويسين، وكانوا بيضموا خيره المهاجرين المصريين من صحافه واعلام ورجال دين ورجال سياسه، ومنهم يعني من المتحدثين اللي بكره ممكن يجي كمان، اللي هي المسؤول عن الملف الشرق الاوسطي بالنسبه للكونجرس، وانت عارف هو الاستاذ وليد فارس. الموضوع مش سهل، وبتوصل صدقني كل حاجه بتوصل وقتها عن طريق المصريين عموما. يعني يا استاذ عادل، كنا عايزين مظاهره في بوسطن في موقع التفجيرات الإرهابية. بوسطن دلوقتي لسه شويه ترفع لافتات تقول بوسطن يعني دلوقتي. يعني انا بحترم ان طبعا بوسطن ابتدت تفكر من صانع هذه التفجيرات وهذا العمل الاجرامي الذي ادانه العالم كله بكل طوائفه الا فئه قليله من الناس، مش مهم ان نذكرها دلوقتي، لكن هو في الاخر خالص ان ابتدت التوجهات بتاعتهم، رغم انهم عندهم خلفيه سابقه بان ده ممكن يبقى القاعده او تنظيم القاعده او غيره، الا انهم ابتعدوا تماما عن انهم ممكن يبنوا اي عقيده
استباقية في التحقيقات، ودي الحاجة الهائلة اللي موجودة في التحقيقات الفيدرالية. بس يا أستاذ عادل، احنا لما طلعنا بيان الإدانة وقلنا اللي ده نتيجة لسياسات أوباما لدعم الإرهابيين في منطقة الوطن العربي، اللي فريق التواصل الإلكتروني بتاع الخارجية الأمريكية رد علينا رد قال ان انتوا يا الكلام ده انتوا بتستخدموا الكلام ده الأجندة سياسية، ومش يعني كان الرد مش عارف يعني ليه الأمريكان مثلا مش متفاهمين الوضع ده. هل هم ما يعني البلد الكبيرة دي، البلد العظيمة دي، البلد اللي عندها معلومات، البلد اللي بتعتمد على المعلومة، ازاي يبقى رد بالشكل ده؟ يعني هل مثلا احنا بندين الوضع وبنقول ليه ده نتيجة سياسات دعم الإرهاب، وان اي نظام هيقوم على يد الإخوان في المنطقة هو نظام إرهابي، ويبقى ليه مآسي في المستقبل على الايه، على الحياة الإنسانية؟ هي السفارة ترد على أساس أنها سياسية، لكن أنا عارف أن الرأي السياسي الآن هو بمعاقبة كل ما هو إرهابي على مستوى العالم كله، والجماعات والمنظمات الإرهابية التي أدينت من قبل مطلوب إدانتها مرة أخرى وشن حرب جديدة عليها. ده اللي موجود دلوقتي. إحنا أصدرنا بيان كمان قلنا فيه طالبنا بسن قانون دولي للناس ضد الناس اللي بيحرضوا على القتل كمان والإرهاب، يعني قانون دولي يصول اي حد، يبقى من حق الدولة اللي تتضرر او الفرد اللي تتضرر او تضرر من الوضع ده، ان هو ده ان هذا اللي حرض يتسلم ويتحاكم ويحصل له ايه طبقا للقانون. هيحصل يا استاذ سامي، وان كان في بعض الاخطاء السياسية اللي موجودة وحتى في امريكا، الا ان بيتداركها الانسان عموما على مستوى العالم كله، انه يرفض تماما ان يستهدف مدنيين لاي غرض سياسي او لاي غرض ايديولوجي او لاي غرض انتقامي. احنا شفنا جثث الاطفال والنساء، منظر وحش يعني. انا جالي الصور بعدها بكام ساعة، فكان الوضع يعني الولاد كانوا بيعيطوا من الاطفال. هو في بداية الحدث يعني للأسف ان بعض الناس المصريين يمكن هنا وقالوا ان في ناس شمتانين من على التويتر والفيسبوك، لكن اعتقد ان دول يعني المفروض ان دول يعني يبصوا للموضوع على انه انساني اكتر من انه ده تابع لايه والايه او منتمي لايه او مدعي انتمائيا لمين. يعني هي دي النقطة، هو طالما انه ضد الانسانية فكل الانسانية بتدين هذا الفعل الاجرامي. طبعا شكرا. حياة الانسان مصونة. شكرا جزيلا للأستاذ سامي دياب رئيس منظمة عرب بلا حدود على هذه المداخلة الرائعة. احنا نعرض الصور بتاعت المخرج، عمل لنا كوكتيل صور عن جمعة تطهير القضاء، ونشوف هم عايزين ايه ومين اللي عايز تطهير القضاء او بيدعي هذه المقولة. نشوفها عاجل جدا يا ريس. تطهير القضاء اولا، تطهير الاعلام، تطهير الداخليه بقت تبعكم، عايزين تطهروها ليه؟ ما هي معاكم، بتديكم قنابل الغاز وبتديكم الخرطوش اللي ممكن هنشوفه في صور بعد كده. حضراتكم شايفين الاغلبيه هنا ايه؟ ما اعتقدش ان دول ثوار مدنيين. واضح ايه اللي بيحصل وايه اللي من الصوره نفسها ومين بيحوش. الشعب يريد تطهير القضاء، شعب مين بقى؟ انهي شعب؟ وال 15 20 واحد دول هم شعب؟ وايش ايه تطهير القضاء؟ قضاء ايه اللي يريد تطهيره؟ يعني هو لو القضاء فاسد يبقى الدوله راحت في داهيه. يعني شعب ايه؟ ده طبعا اثار ضرب الخرطوش وضرب واعتقدش ان يعني في واحد بيطلب تغيير قانون او بيطالب بتطهير حاجه معينه يبقى خناقه ومعركه وبروفة الحرب اهليه. ودي اعلام القاعده بترفع، دي فين دي بقى؟ قدام دار القضاء العالي. ما شاء الله ما شاء الله. الشعب يريد تطهير القضاء لا لتبرئه القتله. طب ومين اللي برئ القتله؟ ومين اللي تفاهم مع القتله قبل ما يجلسوا على الحكم علشان يبرئوهم؟ هو احنا يعني ما شاء الله على الشيخ الملتحي اللي بيحدف طوبه. ده على مين؟ بيحدف طوبة على مين؟ وهو بيعتلي تقريبا ده مدخل كوبري 6 اكتوبر.
الله الله على الشوم، ادي حلوه، ده خرطوش، ده شوم، ده شوم، يعني احنا رايحين نطهر القضاء بالشوم. والثوره مستمره، ثوره ايه بقى؟ ما انتوا خلاص انقلبتوا على الثوره، ثوار احرار هنكمل المشوار، الشعب يريد اعدام المخلوع. اعدام ايه ده؟ في ايديكم انتوا، ده انتوا اللي بتحطوه يا فطوره يا اما في المعادي، على حسب وايه كمان؟ الشعب يريد البدء فورا في تغيير قانون السلطه القضائيه. ومين اللي هيغير السلطه القضائيه؟ وازاي بدون مشاركه القضاء؟ واقاله وزير العدل؟ طب ما عندكم ما تقولوه اقاله وزير العدل، ما هو عندك، ما هو في ايدك، ما انت ممكن تعمل تعديل وزاري وتشيله، مش محتاجه مظاهره، دي في ايديك انت. محاكمه مين؟ الزند وعبد المجيد محمود. يا سلام، يعني رئيس نادي القضاء. طب ما الراجل عبد المجيد محمود هتحاكمه في ايه؟ ما انت شلته من منصبه، هو عشان بيطالب بحقه. عبد المجيد محمود هنقول النائب العام بتاع مبارك، وكان في النظام مبارك. انت كل ما تيجي تعدل حاجه تعدلها بنفس النظام؟ طب ما انت اذا كنت انت معترض على تعيينه من قبل رئيس الجمهوريه السابق، انت بتعين نائب عام ليه تاني؟ ليه بتغلط نفس الغلطه؟ ليه بتنتهج نفس الاسلوب؟ ليه بتاخد نفس الاسلوب بتاع اللي فات؟ الشعب يريد تطهير القضاء. انهي شعب وبيحمل علم مصر؟ اعتقد ان يعني موضوع تطهير القضاء ده موضوع مغالى فيه قوي. معانا مداخله الاستاذ سمير. الو، مساء الخير يا استاذ سمير. مساء الخير يا فندم. معلش اخد دقيقه او دقيقتين من حضرتك. اتفضل يا فندم. أول حاجة أنا عايز أقولها حضرتك، المظاهرة اللي طالعة بالنسبة للإخوان، أولا هم بيظهروا ليه؟ هم معاهم الحكم يبقى بيظهروا ليه؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، تعال نفكر شوية. أولا حل مشكلة الأقباط في مصر ليست من داخل مصر، خلينا واقعيين دلوقتي. إحنا هنا في البلاد، أمريكا، أستراليا، أوروبا، أي حاجة بالبلاد دي، اولا احنا عندنا ناس فكر كويس، عندنا ثقافه كويسه، عندنا وقت، عندنا فلوس، عندنا عندنا عندنا. ليه احنا مش قادرين نستغل هذه المواهب اللي لو احنا قدرنا نستغلها كويس هنقدر نوصل لحاجه؟ انا عايز اقول نقطتين صغيرين. اتفضل. النقطه الاولانيه، يا ريت يحصل اجتماع ما بين جميع القنوات المسيحيه، واحد من كل قناه ينتخب ويقعد مع القناة التانية والثالثة والرابعة ويعملوا برنامج منظم، لأن مشكلة الإخوان إن هم منظمين وليس عدد، هم مش أكتر من إن هم منظمين. لو خدوا إشارة كلهم يطلعوا مرة واحدة، لا أكثر ولا أقل. بالنسبة لنا احنا عايزين اجتماع يكون ما بين القنوات، نلغي الذاتية، معلش سامحني في هذه الكلمة، نلغي الذاتية اللي فينا اللي مضيعانا. الغرض ايه من اجتماع القنوات؟ ما يعني انا اقول لحضرتك الغرض ايه. الغرض ان اولا يتعمل نظام، يتعمل زي مجلس ادارة معين. أيوة. يتحط فيه مبالغ معينة. ليه؟ للآت اللي انا هقوله عليه دلوقتي. اولا الكاتدرائية ليست كنيسة، ده عبارة عن رمز، ما هوش كنيسة زي اي كنيسة اتحرقت قبل كده او اتضربت او اتهجمت، لا، ده رمز بيمثل جميع الارثوذكس في العالم كله. تمام. ليست في امريكا، ليست في انجلترا، ليست في مصر، لا طبعا، ده في من اول افريقيا، اسيا، جميع القارات اللي في العالم. بس انت رابطها، خليك معايا واحده واحده، انت رابط مبنى الكاتدرائيه بالاداره. أيوة. المصريه. ايوه. لا تمام. انا بقول يعني الكاتب، لا انا عايز اقوله ان هل ارثوذكسي في روسيا مثلا ممكن يدعي ويقول الكاتدرائيه رمز ليا؟ رمز للمسيحيه كلها. ما هي بس رمز، ما خلي بالك عشان نكون واضحين، هل الكاتدرائيه باداراتها ارتبطت بكل دول العالم في الارثوذكسيات بتاعتها، ولا هي ما زالت مصريتها هي الغالبيه؟ طبعا طبعا، مش مساله مصريه دي، مساله عباره يعلن عن ده. انا معاك، يعلن عن ده ويبقى في اعلام عن ده واعلام بالظبط كده. انا اللي احنا عايزين نقوله. تمام. احنا سوري يعني عشان نعرف ان الدنيا كلها ان الكنيسه دي في القاهره، الكاتدرائيه دي في القاهره في العباسيه، لكن لا تخص المصريين وحدهم. بالظبط. بتخص كل ما هو ارثوذكسي موجود على مستوى العالم. بالظبط كده. نمره واحد. نمره اتنين، يا ريت انتوا كاعلام
ناس طبعا عندكم. اولا انا بعتبر الاعلامي ده عبارة عن ملك غير متوج. الاعلامي ملك غير متوج. انت بتدخل بيوت كل العالم، كل الناس دلوقتي بتشوفك وبتعرفك. المفروض ان انتوا تبتدوا تعملوا حاجة تانية، تشوفوا ناس محامين يبتدوا يتجمعوا ويشوفوا احنا عايزين محامين ليه، عايزين نعرض القضية لا اكتر ولا اقل. بس ده شغل منظمات يا استاذ سمير. ولا ثانية نعم. واحدة، ده شغل منظمات موجودة بالفعل وبتعمله واحنا بنعلم عنه. استاذ عادل انا عايز اقول حاجه، احنا دينا اكتر من سنتين بنتكلم كتير، وبعدين للاسف احنا بنتكلم وماشيين في شارع كله غلط في غلط، لان احنا قد النتيجه ومستنيين ان بتعود مصر هم مصر يعملوا ايه. مصر مش لاقين ياكلوا، مصر مش لاقين يتكلموا، مصر مضغوطين من كل النواحي واخد بالك. لكن هنا المفروض انا هقول لحضرتك على حاجه بسيطه جدا. في يوم من الايام الانبا شنوده الله يرحمه كان كل واحد يسأله في الاجتماع بتاعه ما رأي قداستكم في الهجرة، كان يمسك الورقة وما يرضاش يرد، إلى أن جاء مرة وقال إيه، قال أنا رأيي في هذا الموضوع إن اللي يقدر يسافر ويهاجر عشان يساعد أخوه اللي ما يقدرش يسافر. وأعتقد إن ده شيء منطقي جدا. تمام. إحنا ما بنقولش حاجة أكتر من إن إحنا نشوف تحقيق إيه اللي حصل. أنا لا هتهم سين ولا هتهم صاد، أنا بضم صوت لصوتك وصوتي موجه لكل القنوات ولكل المنظمات، اتحدوا على كلمة واحدة من أجل خدمة القبطي المصري أو المصري عموما. واعملوا صندوق يا أستاذ عادل، اعملوا صندوق وشوفوا الصندوق. أنا ما أقدرش أعمل ده لأن أنا مش مختص بالماليات، ولكن أنا بنادي كل الأفكار، الناس اللي هم أصحاب المنظمات الحقيقية والفعالة وأصحاب الأصوات الكتيرة. اتكلموا في هذا الموضوع وابتدوا اعملوا بحث في هذا الموضوع واخد بالك. وانا اعرف ان في ناس، انتوا عندكم ناس كويسه جدا وبتفكر صح، والمنتاليتي بتاعتكم من احسن المنتاليتي اللي موجوده في العالم. ربنا يا جماعه يخليك. حرام اللي في مصر دولت ناس غلابه تعبانين مش قادرين حتى يفكروا، مش قادرين حتى مجرد التفكير مش قادرين يفكروا. لازم احنا نعمل حاجه، لو ملناش بصمات يبقى نروح ندفن نفسنا احسن. سوري في الكلمه اللي انا بقولها، لا مش هندفن نفسنا يعني. يمكن انا متعاونيات تعاونيات وبدايات تعاونيات. وصوتك انا بضم صوت لصوتك يا استاذ سمير، وفعلا القوه في التعدديه. يعني ايه؟ يعني العدد لما يبقى كبير وتبقى المساهمه بسيطه في العدد الكبير، ربنا يبارك ونقدر نعمل حاجه. لو عايز تعمل مذكره للامم المتحده، عايز تعمل مذكره للكونجرس، عايز تجيب محامين، عايز تدي مساعدات لمصر، كل ده يتعمل من خلال النداء اللي قال عليه الاستاذ سمير. وانا بضم صوتي لصوته، واداره القناه اكيد سمعاني، وبقول لها اداره القناه اتحركوا نحو ما ينادي به الاقباط في الخارج. شكرا جزيلا للاستاذ سمير على المداخله الرائعه. يعني نرجع تاني لموضوع تطهير القضاء. ويعني ايه تطهير القضاء؟ كلمه كبيره قوي مطاطه، وانت عندك 14 ولا 15 الف قاضي، هتطهر ايه؟ يعني حتى لو القاضي اخطا، طب هو في المنظومه القضائيه اللي انت هتعملها مثاليه، هو القاضي ده مش انسان وممكن يخطئ؟ انت بتعمل طرق لو اخطا القاضي فانت بالتعديل بالقضاء نفسه، وهو هي دي طريقه الخطا او الصواب في المنظومه نفسها او النظام نفسه. طب ده موجود؟ موجود. هل القانون ده موجود؟ موجود، انك ممكن ترد القاضي، وممكن ان القاضي يستشعر الحرج ويمشي ويجيب غيره دايره تانية، ودي موجوده في القانون والمحامين فاهمينها. طيب ايه تطهير القضاء؟ بمعنى ايه؟ انك تشيل ناس معينه وتجيب ناس تانية، هل ده تطهير؟ ده انت بتسميه تطهير؟ ده اسمه تطهير عرقي. يعني انا اعرف كده ان لما تكون في دولة بتضطهد ناس معينة عشان تمشيها عشان ناس تانية تحل محلها، ده اسمه تطهير عرقي. ده مش تطهير للقضاء، ده حاجة كده يعني محاولة اغتصاب السلطة التالتة علشان تبقى العملية كلهم في ايدينا. يعني تطهير القضاء، تطهير القضاء من ايه؟ تطهير القضاء والقاضي، والقاضي ده ممكن يحكم ان تكون الادلة كلها ضد المتهم، وان انت جايب له الادله دي يعني بعد اجهزه بحث واثقه ومتخصصه
في انها فعلا بتمشي ورا الجريمه لغايه لما تشوفها، زي ما حصل في تفجيرات بوسطن كده، والفيدرالي والبوليس المحلي واعلى مستوى تنفيذي هنا في السياسات ابتدوا يمهدوا لسياده القانون. ما ينفعش انك تتهم كده من غير اي حاجه ومن غير اي دليل، لا في دلائل وفي حاجات. يعني اعترضوا على الاول على بعض المحطات الاعلاميه اللي قالت ان هم ممكن ينتموا الى تنظيم القاعده، قالوا لا ما فيش حاجه لغايه دلوقتي. وفعلا طلع متحدث رسمي من الولايه نفسها وقال ان ما عندناش لسه خبر، وطلع من البوليس الفيدرالي وقال احنا لسه ما عندناش، دي نتائج استباقيه، لسه احنا ما عملناش اي حاجه، مجرد اشتباهات فقط، ولكن ما حطوش راي غير بعد ما التحقيقات خدت مجراها، وابتدوا يعملوا اجهزه البحث بقى بالمستوى العلمي والمادي، ان لازم ادله، صوره، الادله دي صوره للعيان. انا مش بطارد شبح، مش شبح اللي عملها، هو بني ادم، وبني ادم له تخطيط، والتخطيط ده على ارض الواقع 1+1=2. اما انك تطمس هذه الادله وتحول متهم مهلهله الادله بالنسبه له، ادله الاتهام، والنيابه مش راقيه، ما لقيتش فيه حل، وتروح محولها للقضيه لمجرد اجراء قانوني فقط، يجي القاضي ضميره هيوجعه لو حكم بالادانه. يعني الحكم بادانه مبارك ايه؟ جمله قالها القاضي انه من كل الشهود دي ما حدش شاف مبارك، ما فيش دليل مادي على ان مبارك اشترك في قتل المتظاهرين، ولكن هو استند الى دليل بالحاسه بتاعته كقاضي، وقال ايه؟ ان هو علم وحقق في ان هو سال وزير الداخليه وسال كل الناس هل مبارك علم بقتل المتظاهرين؟ فكانت الاجابه نعم علم ولم يفعل شيئا، فحكم على هذا الدليل اللي القاضي من كتر كل الادله دي رماها الى مش عارف، ورماها مش بمزاجه، لانها ليست دليلا ماديا قاطعا يثبت على المتهم اي موضوع، اللي يثبت عليه هل علم مبارك او لم يعلم من المقربين ومن الشهود. هو علم ان في ناس بتتقتل، عمل حاجه؟ لا ما عملش حاجه، يدان. رغم ان الصفحات قد كده والشهود قد كده، لكن في الاخر خالص مفيش دليل. هل في فعلا بالمنطق كده ان في حد شاف مبارك من الشعب انه بيحرض ناس انهم يقتلوا متظاهرين؟ ما انت جايب الادله في هذا الاطار، فانت بتهرج، انت كسلطه تنفيذيه بتهرج، وبتحط القاضي عنده ملف قد كده مفيش دليل واحد، دليل واحد، دليل مادي واحد يدين الرئيس مبارك السابق. فكان لازم هو قدام راي عام، مش لازم يدين، لا هو عارف ان ده الراجل ده مسؤول، بس هيدينه ازاي؟ ابتدى يبحث، لان القاضي له يعني زي ما بيقولوا ايه، استشعارات عدليه يعني. فابتدى يبحث ان مبارك علم بهذا الامر ولم يمنعه، لان هو كان في ايده انه يمنع القتل، لم يمنع، اذا يحاكم. طب هل التهمه دي لا تسري على الرئيس الحالي؟ جابوا وزير العدل وسالوه نفس السؤال، سياده المستشار احمد مين، قالوا له يعني تهمه مبارك، قال لك مبارك ليه بيحاكم بالتهمه دي؟ يعني ايه عارفه؟ وده كلام فارغ، كلام فاضي، كلام فارغ. يعني معناها ايه؟ انك لما تبرأ الرئيس الحالي من هذا او عشان تبرر له التهمه بتاعته، فانت قضيت على حكم محكمه قبل كده قالوا مستشار جليل وادان على ان الرئيس مسؤول مسؤوليه كامله، انه لو علم بقتل المتظاهرين ولم يمنع هذا القتل فهو مدان. إذن بنفس المعيار ونفس المقياس، هم خايفين من القضاء اللي عايز يعمل نفس المعيار لانه وقع في نفس الخطأ. في دليل مباشر يقول ان الرئيس مرسي بيحرض على قتل المتظاهرين؟ وان كان باللفظ وان كان في العوام ما اعتقدش انه يبقى دليل مادي. انما ايه هو الدليل المادي؟ ان في حكم محكمه انه كان رئيس السلطه التنفيذيه، كان هو رئيس البلاد وايه وعرفه ولم ايه ولم يمنع.
القضاء يعني ايه القضاء؟ يبقى موالي للحاكم. يعني حتى ايام عبد الناصر لما جه قال لك مذبحه القضاء في 54 وما توالت الى انه كان في جزء من الدوله لابد ان يحترم القضاء. مفيش حاجه اسمها انه يذبح القضاء كله. كان في مراكز قوه وابتدت تصنع حاجات تانية، لكن اول ما يجي الملف قدام القضاء يحكم القضاء بالقانون. كان في معتقلات بمساعده افراد تانية وبتاع وحاجات كده، وكان بيديرها الجيش والمخابرات العسكريه ايام شمس بدران وغيره وغيره وغيره. معاه كان في ده اخطاء نظام، اخطاء ناس ماسكه قوه ما هو نفس الموضوع. ما هو قدام الاتحاديه ما هو جابوا ناس وسحلوها، وناس تحت تهديد السلاح واتضربت لما اتعدمت، وكان واحد من الاخوان وبصوته وكان على اليوتيوب وبيقول له انت مين ادالك فلوس علشان تيجي تهتف قدام الرئيس؟ دي مش مراكز قوه؟ هو ده مش اخلال بالقانون؟ طب الناس اللي في الاتحاديه اللي سلموا الناس المتظاهرين كمتهمين للنيابه والنيابه افرجت عنهم كلهم، لان كل الادله اللي موجوده كان اجراء، اولا اجراء غير قانوني، ان في ناس عاديه جدا، ناس ليس اي ليها اي صفه، وبتقبض على ناس وبتحولهم للنيابه، وتم ده بمساعده الشرطه، والشرطه قالت انا عملت ده علشان انهي الموقف وحولتهم للنيابه. اللي ما عجبتش بعد كده واثير حواليها القلاقل دي شرطه اللواء وزير الداخليه الاسبق احمد جمال الدين، واللي واحد من المنتمين لجماعه الاخوان المسلمين وشتمه علنا وعلى يعني كل المحطات ولم يحاسب ولم يحقق معه، وفي الاخر خالص الوزير اتشال. يعني الوزير ده في السلطه التنفيذيه اللي هي ايه؟ اللي هي عايز الراجل ده. ما هو نفس الاخطاء يا اخوانا، نفس الاخطاء. الحاكم بامره هو اللي يتحكم، هو اللي يحكم، هو اللي يعمل قوانين، هو اللي يعمل كل حاجه. وافتكر مقوله للرئيس الدكتور محمد مرسي اول ما قالها مع السياسيين، قال انا ما عنديش معارضه. يعني ايه ما عندكش معارضه؟ انت هتعمل نظام تاني بقى؟ يعني انت جاي منتخب على نظام اول ما وصلت الى سده الحكم عايز تعمل نظام تاني؟ انت المفروض تتهم بقلب نظام الحكم، من النظام الديمقراطي الدستوري اللي انت حلفت بيه اللي هو ارعى حدود الدوله والدستور والقانون، وحضرتك الدستور غيرته والقانون بتحاول تغيره والحدود في طريقها الى التغيير، يبقى الثلاثه اللي حضرتك اقسمت عليهم ما هماش موجودين. والقضاء بيقول الكلام ده، المستشارين بيقولوا الكلام ده، السياسيين بيقولوا الكلام ده. يعني ايه تطهير القضاء؟ ايه تطهير القضاء؟ حتى لو القضاء احكامه ما بتعجبنيش، ما انا لو في حاجه بيني وبين خصم تاني والتجانا الى القاضي، القاضي هيحكم بالعدل، ليس العدل المطلق، العدل الالهي. ممكن تكون في حاجات انا ما قدرتش اقدمها كادله ماديه على الراجل التاني، هو عنده دليل مادي فاتحكم مثلا على اي حد وحس ان هو مظلوم، لكن عندك طرق تانيه انك تثبت انك مظلوم في نفس القانون وفي نفس القضاء وبدرجة تانية. وبدل ما ترفع قضية ترفع اتنين وتلاتة طول ما انت عندك دليل. ما عندكش دليل بقى خلاص، يعني ما هو برضو القاضي ده لازم يحكم بالدليل المادي، ولا هو عشان مش تبعك وتفتكر ان انت بالنائب العام انت كده خليت النيابة تبعك؟ يعني كل النيابة العامة لما اجتمعت بالمستشار النائب العام وقالت له ما يصحش ان انت كده استقلالك دي ضد استقلالك ان يعينك رئيس الجمهورية وان المرشد يأمرك، فمن فضلك قدم استقالتك، فقدم استقالته ورجع فيها تاني يوم. رجع فيها تاني يوم ليه؟ هل هدد النائب العام مرتين في مكتبه وهو بيقدم استقالة ومن الاخوان في استرجاع الاستقالة؟ ده يبقى نائب عام رايح جاي، يعني بيتهدد في مكتبه من المرؤوسية، وبيتهدد بعد ما طلع من الجماعة الحاكمة او اللي بتدعي انها حاكمة. يعني نائب عام يعني بهذه الصورة، بالله عليك يا شيخ انت ممكن
يعني تثق فيه ازاي؟ يعني نائب عام شويه وكلاء النيابه يقولوا يكتب استقاله باقتناع، وبعد ما يطلع يقول لا انا اتهددت، شكلك وحش قوي. طيب ماشي، وتاني يقول لك لا ده هو فعلا قدم استقالته خلاص كان مصر عليها بس هدد من جماعه الاخوان المسلمين. الله، هو في ايه؟ هو في ايه يا سياده النائب؟ وقبل كده قلتها في حلقات سابقه، شرفك انتمائك للقضاء، انت مستشار وقاضي، هو ده الشرف، مش الكرسي بتاع النائب العام هو اللي هيديك الشرف. شرفك انك تنتمي الى مهنه يعني لا يصح ان يمتهنها احد على الارض الا انه هو بيحكم لله. حضرتك بقى بتحكم للاخوان، تسمع كلام المرشد، المرشد اللي بيطلع فيه يعني اعلان صحفي ولا مش عارف اسمه ايه، مؤتمر صحفي، وبيقول على النائب العام انه يبتدي ياخد المتهمين اللي هم بتوع الاتحاديه ويحقق معاهم. معانا مداخله من الدكتوره ايفيت. مساء الخير يا دكتوره. مساء النور. اتفضلي. انا عايزه طبعا موضوع ان النائب العام قاعد لغايه دلوقتي، يعني عايزين نعرف مسؤوليه مين انه ما يبقاش في سلطه تنفيذيه تامر بتنفيذ القضاء المحكمه الدستوريه بعزله. مين اللي مش عايز يشيله؟ اذا كان رئيس مرسي يبقى رئيس مرسي يتحاكم لانه هو رئيس السلطه التنفيذيه. بيعمل، انت عارفه ان في قضيه مرفوعه بالمعنى ده ضد الرئيس مرسي بعزله ومحاكمته لانه لا يريد تنفيذ حكم قضائي. بالظبط، موجوده في مصر بس مين هيعملها؟ المشكله ان هي العافيه هي اللي بتحكم، نحن ليس في دوله مؤسسات ودوله قانون، هي دي مشكله المصريين. فضل. إذا لاحظت إن حازم أبو إسماعيل دوت يعني دوت مفروض يتقبض عليه بتهمة شروع في قتل المصريين، لأنه قالها صراحة مش مهم إن 10,000 واحد يموتوا علشان خاطر تبقى تحيا الأمة. هي مش تحيا الأمة، هي تحيا الأمة الإخوانية. لكن ما فيش أمة إخوانية على فكرة، لأن إحنا لو ناخدها بالتعداد هي الأمة المصرية هي الأم، اما نقول الجماعه الاخوانيه او الجماعه السلفيه هم ما زالت اسمها جماعه، وكلمه جماعه ما هياش تصغير ولا حاجه للحجم، هي الحجم الحقيقي، هم جماعه سواء كانوا سلفيين او اخوان. كون في يوم من الايام حصل تغيب اتفاق سياسي لهذا الانسان الارهابي القاتل تهمه بقتل المصريين، يعني ده المفروض يتقبض عليه، كلامه صريح ويدان عليه. اما يقول لك مش مهم ان احنا، ده احنا بيقول لك احنا تدربنا على الذبح. ذبح مين؟ ده تصريح واضح انه انسان بيذبح البني ادمين، قاتل. سايبينه ليه؟ سايبينه ليه يخوف المصريين وكل ما يطلعوا مظاهره؟ دكتوره ايفيت، انا اعتبر ان الجزئيه اللي حضرتك بتقوليها دي بلاغ للنائب العام على الهوى حاليا، ان حازم صلاح ابو اسماعيل سايبينه ليه؟ ومش دي بس التهمه الوحيده، تهمه الاول انه شتم وزير داخليه، ووزير الداخليه هو اللي اتشال قبل كده، وتهجم على حزب الوفد او جماعته وانصاره، وحاصر مدينه الانتاج الاعلامي، وابتدى يهدد الناس وهددهم فعلا، ومنهم المخرج العبقري. النائب العام الحالي ده لازم يتشال ويتحط واحد محترم. انا في رايي الزند كويس، يعني ربنا حافظ عليه والاخوان ما تقومش عليه، بس يعني دولت ناس عايزين ياكلوا القضاء، القضاء يلحق نفسه قبل ما ياكلهم. يعني يلحق نفسه يعمل ايه يعني؟ يعني يشيل لنا النائب العام اللي شغال دلوقتي تبع المرشد وتبع الرئيس مرسي، ويجيب لنا واحد تاني محترم نظيف علشان خاطر ينفذ قرارات القبض على الارهابيين اللي ماسكين دلوقتي سلطات في البلد، زي حازم ابو اسماعيل، زي خيرت الشطر اللي نهب البلد ونهب المعونات الامريكيه والقطريه وجميع انواع المعونات اللي بتنزل للشعب المصري، هو بيحطها في بطنه وفي المشروعات بتاعته. الناس دي مفروض يتقبض. شكرا جزيلا للدكتوره ايفيت. مع اي حد عنده ادله اتهام لاي شخص معين ايا كانت مكانته
المفروض انه يتقدم بيها للنائب العام او النيابة العامة بدون تخصص، ما تبقى النائب العام ويدلي بشهادته او ما يفيد إدانة هذا الشخص. والدكتورة إيفيت بتقول ان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل قال 10,000 مش مهم انهم يتقتلوا، واحنا متعودين على الذبح، ودي حاجات طبعا على لسانها دي حاجات كلها إدانات. وطبعا اشرطه الفيديو ما شاء الله على اليوتيوب وممكن يطلعوها، واذا كان في غرض انهم فعلا اي تهديدات او اي حاجات تهدد الشعب المصري بكل طوائفه المفروض انه يقدم لساحه القضاء، لكن احنا ما بنشوفش الكلام ده، لان هل السلطه التنفيذيه بتعوق احكام القضاء، بتعوق ان في متهم او مدان حتى على الاقل بالراي العام ان هو يقدم الى ساحات القضاء؟ اعتقد ده بيتم وده بيحصل في عهد وزمن الاخوان. هنرجع تاني لتفجيرات بوسطن وبعدين ارجع تاني لتطهير القضاء. تفجيرات بوسطن اعتقد ان في صور تحددت بيها معالم، لو موجودة مع المخرج بس يقول لنا صور المتهمين واتجابوا ازاي من فيديو وكانوا هما بيحملوا الحقائب بتاعتها. استاذن المخرج في عرض المتهمين بتوع حوادث بوسطن. مخرج سامعني؟ ايوه. دي صور اتجابت من فيديو. فيديو ايه؟ فيديو ممكن يبقى ارتجالي كده متعلق على عمدان وحاجات كده، وابتدوا تتكبر وتتوضح الصورة. حضراتكم شايفين يعني بورتريهات وكأنهم مصورين، لكن الحاجات دي متصورة مش من ناس واقفة تتصور، لا دي حاجات من وسط زحمة، من وسط زحام، وابتدت تتحدد معالم دول مين. طبعا اللقطة اللي في لقطات من اللقطة اللي بيسموها اللونج شوت، وفي لقطات بص حضرتك حضراتكم دلوقتي ابتدوا يجيبوا كل الصور اللي بتنم على ان في حاجة وبتحركاتهم ايه، وهيوصل هيوصلوا بالدليل المادي القاطع الثبوت ان لازم يكونوا دول هم اللي عملوا. مش معنى كده انهم لو ابرياء مش هيبرأوا، لا لو ابرياء هيبرأوا اكتر، وان لابد ان يبحثوا عنه. لكن هم الان هم لما اتجهوا ناحية طبعا دي الصورة البشعة لآثار تفجيرات بوسطن، واحنا طبعا بندين هذا العمل الإرهابي الإجرامي ايا كانت جنسية من قام به او من فكر فيه. فهذه هذا الجرم المفروض ان الشعوب العالم كلها تدينه، يعني ناس في ماراثون، ماراثون ده يعني بيجروا فيه العشرات والآلاف، وفي احتفالية، وفي الآخر خالص بتقام فيها أعمال الخير، في سياحة، في فنادق، في مهرجان سنوي بيقام، في إذاعة وتلفزيون، في صحفيين، في حاجات، في أنشطة الحياة كلها في هذا الماراثون. إنك تفجروا لمجرد إنك بتفجر مدنيين، ده إيه التفكير ده؟ إيه الحاجات دي جت منين غير إن ده يبقى تفكير شيطاني؟ ما حدش يقول لي ده مش تفكير شيطاني، وكل من يؤيد هذا العمل هو مش إنسان، ليس بإنسان. إنك تقتل بريء لا تعرفه وليس بينك وبينه أي صلة وفيش بينك وبينه أي إدانة لمجرد أغراض في الدماغ كده، أفكار مش عارف الشعوب دي هتنضف منها إمتى. حقيقي طبعا احنا بنشكر كل مجهودات البوليس الفيدرالي والبوليس المحلي في بوسطن وفي الولايات المتحدة الأمريكية عموما، إلى أن عايز أقول لكم أن أي تقصير حصل من البوليس أدى إلى هذا العمل الإجرامي، ففي مسؤولين ممكن أي ثغرات عدوا منها سيحاسبوا، وهم من نفسهم ممكن يقدموا استقالتهم لو هم في موقع للمسؤولية. دي بقى الناس اللي بتحس بالمسؤولية، والناس اللي فعلا عندها ضمير وضمير وجدان إنساني صاحي. يعني هو مش هيستنى لغاية مثلا القرار يدينه ولا بتاعه، هو لو حس بالإدانة هنا هو ممكن يقدم استقالته.
عكس في مصر دايما شايفين ما شاء الله الدماء في كل مكان والخرطوش في كل مكان والقناصة في كل مكان ولا أحد يحاسب. وفي الآخر خالص عايزين بنهاجم القضاء على أساس إن القضاء هو الوحيد اللي عايز يتطهر. القضاء مؤسسة من مؤسسات الدولة، مؤسسة العنصر الأساسي فيها الإنسان، والإنسان هنا الإنسان المتعلم بالقانون أو الدارس للقانون بكل تفريعاته المنظمة لذلك، سواء كان من كليات الحقوق أو ممكن تبقى من الشريعة والقانون والحاجات اللي هي بتاعت الأزهر، ممكن أن ينتمي إلى سلك القضاء. في امتحانات دخول، في إذا كان في وسايط، وهجوز إن في وسايط، بس لا يمكن إنك هتجيب دبلوم صنايع وتحطه يبقى وكيل نيابة، لازم يبقى متخصص ودارس، وعلى الأقل ما يبقاش بدرجة مقبول، مش هيبقى بمقبول ويخش، لازم يبقى فيه الحكاية دي إيه يعني إيه؟ يعني لو في 100 وال100 دول كواليفاي وأنا محتاج 10 منهم، أنا معاك إن ممكن اختيار 10 يتم فيه دخول الوسايط والكلام ده كله في واحد ولا 2 ولا 3 منهم، 4 5، لكن بيختار من 100، مش هيختار من اللي بره. زي الناس يقول لك الشرطه وكليات الشرطه وكليات العسكريه في وسايط محدوده، يا اخوانا الوسايط دي محدوده، لازم يبقى كواليفاي، لازم يبقى هو الاول فعلا فت للموضوع ده، وبعدين بيجي الاثنين اختار منهم واحد، الاثنين ينفعوا، اختيار واحد تدخلت فيه الواسطه مش مشكله، بغض الطرف هيبقى فيها. طبعا انا لا انتهج هذا، يعني انا مش مع الاسلوب ده، انا عايز ان تبقى حتى لو في الاخر خالص بحاجه زي يقولوا ايه ممكن القرعه علشان الاختيار وتبقى العمليه فير، لكن ممكن انه يتم. هو ده القضاء ماشي، يبقى فيه اسس. الانسان ده لازم يبقى دارس كذا، الانسان ده لازم يبقى درجته كذا، الانسان ده يبقى لو من عائلات كذا يبقى، يعني الأفضلية في إن يبقى في تحري في التقرير الأمني. طبعا لما يكون واحد من في عيلته سوابق ولا غيره إنه يتحط في سلك النيابة، ده بتبقى عليه علامة استفهام مثلا، يعني ما بيحصلش. طيب تطلب تطهير القضاء من إيه؟ من إيه؟ المخطئين فيه، ما هم بشر، فالمخطئين فيه يصلحوا بقوانين، يعمل قوانين، انت ادي قوانين عداله انجازيه موجوده، انت في ايدك سلطه التشريع، ولا انت سلطه التشريع؟ ما انت قعدت برلمان ايه يا اخويا اللي قعد 6 7 شهور ده ما شرعش قانون واحد؟ سلطه التشريع ايام المجلس العسكري ما شرعش قانون واحد، ما فيش قانون واحد عمله، ما انجزت الدستور قعد 6 شهور. يعني هو كل اللي عمليه انه اختار اللجنة بتاعت الدستور، اختارها بس، والاختيار الاولاني حصل عليه تعديلات، بقى في اختيار تاني، وبعدين بقى في انسحاب، بقى مش مهم يكمل، ومجلس الشعب اتشال، والقانون بتاع مجلس الشعب اللي انتخب على اساسه طلع باطل، اذا ما بني على باطل فهو باطل، وبالتالي قانون مجلس الشورى باطل، وما بني على باطل فهو باطل، كل ده ضرب بيه عرض الحائط وداخلين على سلطة القضاء. طهروها يعني ايه؟ يعني انت لما جيت 3500 قاضي اخواني، انت بتطهر القضاء ولا بتفسد القضاء؟ القاضي اللي ما يسمعش كلام الحكومه وما يسمعش كلام ولي الامر يعاقب ويطرد ويبقى من الاعداء، هو ده القضاء اللي انتوا عايزينه؟ هو ده القضاء اللي انت ممكن عايز تقنع بيه الشعب المصري؟ ده مش قضاء، ده يبقى حاجه ثانيه، ده يبقى حاجه ثانيه. القضاء حياد، وحتى لو ضمير القاضي ما كانش فيه حياد احنا مش هنخش في الضماير، لكن في اساليب وطرق تانية لابد ان تفعل وكثيرة، لانك انت لو اتظلمت في القضاء نفسه انك ترد وتاخد حقك. فالقادر على تصحيح مسار القضاء هم القضاء نفسهم. طب انا واحد من الناس، احنا عايزين كل اللي موجودين ومنتمين الى التيارات السياسية سواء كانت اسلامية او غيره يتشالوا من القضاء،
انا شايف كده مثلا، وغيري شايف ان في ناس فوق الستين، الانحراف التشريعي اللي حصل من 60 سنة ل70 سنة في المعاش او مد سن المعاش ده انحراف تشريعي، يجيب انحراف تشريعي اخر ويقول لك نزول السن القانونية للمعاش لمدة 60 سنة كمان، يعني بدل هي تبقى 70 تبقى 60. يا سيدي افتحها خليها مدى الحياة، طول ما القاضي قادر ان هو يتواصل افتحها له. ممكن تعمل معاش للمناصب، او ممكن تعمل مدة محددة للمناصب، لكن القضاء دي انت مش كل يوم والتاني هتطلع قاضي. فاعتقد ان القضاء لازم تبقى عملية مستمرة واجيال وراء اجيال زي ما بيقولوا كده، وبتسلم الراية لبعضيها واجيال تصحح اجيال. انما انك انت تصحح له ده، مين في مجلس الشورى اللي ممكن يصحح مسار القضاء؟ يعني شاورولي على حد كده في مجلس الشورى، ولا في حزب الوسط المهندس ولا محامي ممكن يصلح؟ يعني مش فاهمها انا، يعني نائب حزب الوسط ولا رئيس حزب الوسط هو اللي ممكن يقدم مشروع السلطة القضائية بصفتهم ايه؟ بصفتهم الحزبية ماشي. طب هل الصفة الحزبية تعطيك حق انك تقول رأيك؟ اه. مين اللي اختار ده؟ مجلس الشورى؟ على اي اساس؟ ولماذا لما يستشار مثلا حاجة اسمها يعني لو في مشروع بيعدل بيوت خبرة، يا اخي هات الخبراء اللي عندك. يعني حزب الوسط يقدم ومن غير وزير العدل ما ياخد باله، ومن غير القضاء اللي معاك ما ياخدوا بالهم ان ده متقدم من حزب الوسط ومعديينه، وفي الاخر خالص بتعترض على ان القضاء كلهم مش عايزين الكلام ده. انت عايز تعمل مذبحة قضاء جديدة، عايز تهدم ركن من اركان الدولة. ده اذا كان لسه الركن ده موجود وصامد. يعني احنا نتمنى من ربنا ان يكون هذا الركن هو الصامد، لان بدون قضاء معناها ان فعلا قانون الغاب وصل الى ذروته. يعني احنا لو بنقول ان في كاركترستيك كيرف لمنحنى ان في دولة مؤسسات ودولة قضاء ودولة دولة فيها الى حد ما العدل، يعني ساعات بيقل ساعات بيوطى، لكن ده هتبقى منعدمة خالص. انت هتشيل الرسم البياني خالص، يعني هتخليها خلاص كده مفيش حاجة عنه. انت بتشيل الاساس او بتضرب في الاساس. 3500 قاضي يا راجل عايز تغيرهم عشان ايه؟ عشان انتخابات؟ مش ممكن يكون عشان الاحكام القضائية المغلوطة، لان الاحكام ليس القضاء وحده هو المسؤول عنها، لازم السلطة التنفيذية. واعتقد ان السلطة التنفيذية البوليس اللي تابع للقضاء لازم يبقى فيه حاجة اسمها شرطة قضائية او ما يسمى بذلك، ان ما يبقاش الشرطة دي تابعة لوزارة الداخلية اللي تابعة لرئيس الجمهورية اللي تابعة للوزير الفلاني اللي ممكن توجه القضية زي ما هم عايزين، وفي الاخر خالص بيتقدم حاجات مهلهلة للقاضي يحكم بالبراءة. ما انت بتقدم له متهم بالكلام، فلان عمل وعمل وعمل وعمل، ايه دليلك المادي؟ مفيش براءة. الرئيس عمل وعمل وعمل وقتل 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 وشهود ومش عارف ايه واشرطة، ما مفيهاش الرئيس. انت بتحاكمه بتهمة جنائية، لازم يبقى موجود في مكان الحدث في التحريض، في صوت وصورة، في تسجيل ليه، في مكالمة تليفونية مع المنفذ. كل ده ما جاش، فاضطر الراجل يحاكمه بانه هو المسؤول الاول عن انه لم يمنع قتل المتظاهرين، مش بالتحريض. هل الرئيس السابق ليس له حق في انه هو يفعل القانون مرة اخرى وانه يستأنف الحكم؟ ما انت اخترت من الاول، انت اخترت اجراءات جنائية عادية وانت لا تملك الدليل. هل ده كان متفق عليه ولا مش متفق عليه؟ علامة استفهام. الناس كتيرة قوي بتقول انه متفق عليه بدليل ان مفيش شفافية عند جماعة الاخوان المسلمين حينما جلست مع السلطة التنفيذية حين ذاك بعد 25 يناير واتفقت على ايه؟ ما نعرفش. اكملت الاتفاق مع المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي الى ايه؟ ما نعرفش. هل في شفافية؟ يعني
الراجل اللي جاي ده بيقول انا مدعي والديمقراطية والدولة الحديثة وما عندوش شفافية، هو قعد وعمل ايه مع الناس دي؟ ما عندوش شفافية، هو بياخد رأي مكتب الارشاد ولا بياخد اوامر من مكتب الارشاد؟ ما عندوش شفافية انه يصارح الناس حتى احنا قدامنا قد ايه ونغلي الاسعار لا ما فيش غلاء الاسعار وبعدها باسبوع نغلي الاسعار، لا احنا هناخد صندوق النقد وصندوق النقد يقول لك اعمل كذا او وريني الروشته بتاعه الاصلاح عندك، ما فيش. انما احنا نطلع بس يوم الجمعه وشويه ماسكين سيوف والشوم والخرطوش ويقول لك تطهير القضاء. تطهير قضاء ايه؟ انتوا عايزين ترهبوا القضاء؟ ده ارهاب للقضاء، ده في حد ذاته ده يعني انا يعني بصراحه ما انا ما شفتهاش في اي دوله في العالم ولا هشوفها. عمليه ارهاب ضد ناس المفروض انك انت لو شايف حاجه غلط تقول لهم يا جماعه انت رئيس جمهوريه تجتمع بيهم وتقول لهم لو في حاجه غلط قدموها لي، انت اقترحوا من نفسكم وقدموها لي ونشوف الاقتراح ده ايه. والمخرج بيقول لي الوقت خلص واحنا خلصنا التعليقات، لكن في الاخر خالص لازم نطلع برسالة من كل الحوارات اللي موجودة، سواء بالنسبة لنداء ان كل المصريين بره يتحدوا خصوصا اللي ليهم مشكلة عويصة زي مشكلة الاقباط، ففعلا المفروض انهم يتحدوا تحت اتحاد بقى مسمى اتحاد القنوات، اتحاد المنظمات، ان يبقى فيه جهة تحاول انها تجمع كل التبرعات. انا مش عايز يعني أغالي في هذا الموضوع، لكن أيا كان الاتفاق اللي يتفق عليه وده رأي يحترم، والمفروض أن نداء للمنظمات الحقوقية والإعلام الحقوقي أنه يتخذ إجراء وإجراء سريع علشان يشعر الناس فعلا بالاهتمام. أنا بضم صوتي لصوت المتداخل وبقول لهم يا منظمات يا حقوقية يا سياسية يا عاملين أو رؤساء القنوات، حاولوا تعملوا حاجة في هذا الطريق انك تساعد. تساعد ازاي؟ في ناس تقول نساعد ازاي، في ناس من منظمات في حاجات دراسات يعني واعرضوا على الناس، واعتقد الناس هتساعدكم، الناس شغوفة انها تساعدكم، بس تثق وتبقى يعني حاولوا توصلوا لها، مش الثقة توصلوا لها ده طريق صح للمساعدة، ده طريق هيجيب نتيجة. طبعا الطريق الاعلامي من ضمن الطرق الجيدة جدا انها تجيب نتائج، لكن ما هوش كلامه بس زي ما الناس متخيلة، لا الاعلام فعلا والاعلام اللي بيبقى مسموع ومشاهد بيجيب نتائج حتى من القرار الخارجي، يعني بيبقى مؤثر على القرار الخارجي. يعني في لقاء الرئيس محمد مرسي مع التلفزيون الروسي يعني تهم صريحة جدا وموجهة بالشأن القبطي، واللي يتفرج على اللقاء يعرف هو ردوده ايه. منهم سامي دياب قال ان هذه الردود ليست صادقة، روسيا بتقول الكلام ده من ايه؟ من الاعلام اللي احنا بنقوله وغيرنا بيقوله وغيرنا وغيرنا وغيرنا. فالاعلام الجيد بيبقى على صدى ليه صدى على مستوى العالم كله، فالاعلام جزء من المنظومة، لكن طبعا يا حبذا انه يكون فعلا المنظومه كلها متوحده، ده حاجه يعني جميله وانا معاك في هذا الراي. عمليه ادانه القضاء عمال على بطال وتطهير القضاء والكلام ده كله القضاء يرد عليها، وانتفاضه القضاء امتى؟ احنا مستنيينها امتى؟ المفروض ان يبقى فيه ده مؤسسه عريقه وناس شغاله كويس، هل فعلا ان ابتدوا يعني زي ما بيقولوا ايه ابتدوا يحطوا حاجات كده في الصرح بتاع القضاء زي النائب العام ووزير العدل وغيره وغيره وغيره، ولا القضاء هيبقى شامخ؟ ده اللي هنشوفه من ردود فعل القضاء والمستشارين في الايام القادمة. في حوارنا عن بوسطن وتفجيرات بوسطن، نحن لا ندين ديانات احد لكن ندين الايديولوجية والفكر، وكلامي واضح. الاتجاه الى ان البوليس الامريكي بيشتغل فعلا في دولة طبعا، لان دي يعني ارقى دولة على مستوى العالم من جهة تنظيم، ومعروف ان كل واحد بيعمل ايه في مكانه ايه،
ومفيش لا شكر على واجب زي ما بيقولوا، ما حدش بيشكر البوليس هنا في المحطات ونشكر البوليس الفلاني والبتاع زي ما بيحصل في مصر. اشكرك لوزير الداخليه لانه راح للكاتدرائيه وبعد كده اتضربت بالخرطوش والنار وتشكر على الهوا. ده كان رايح يعين ايه؟ كان رايح يعين خناقه؟ يعني بعد ما يوصل للمقر الباباوي يتضرب؟ ده وزير داخليه ايه ده؟ يعني ده المفروض انه يقدم استقالته، ده لو هو بيقول ان انا بحمي المكان ده يقدم استقالته ولا لا انا ما عنديش قوات والكلام، لا لا انت وزاره الداخليه ما تنفعش. انما هو بعد ما راح زي ما يكون جمعهم علشان يهاجموا الكاتدرائيه. وزير الداخليه ايه ده يا اخوي؟ ولا المذيع بيشكر وزير الداخليه لانه اتحرك على ما شفناش احنا الكلام ده ان رئيس الجمهوريه هنا ممكن يشكر البوليس الفيدرالي بتاعه. هو واثق، هو من اول تصريح وقال هيجابه وهيتسألوا وهيتحملوا المسؤوليه، وثلاث اربع مرات يطلع في نتائج للتحقيقات ما بيقولهاش طالما غير مؤكده، اول ما ياكدوا يطلع يقول، ده واجب عليه يطمن الناس. احنا نشكر ربنا ان فعلا بدايه الخطوط بدايات حقيقيه اللي هم مسكوها في تفجيرات بوسطن، وان شاء الله يوصلوا لكل من ساهم في ارتكاب مثل هذا الحادث الاجرامي البشع الذي لا يعني ما يشرفش اي حد ممكن ان هو يعني لمجرد انه يساهم في مثل هذا المنظر الفظيع، مش يشرفه، يدان بانه هو ما ادانش، يعني الذي لا يدين هذا العمل يدان، لانه ده عمل ضد الانسانيه، والعمل ضد الانسانيه هو عمل ضد الله، لان الله هو خالق البشر، وطالما البشر دول مدنيين ومش في مش في خصومه معاك ولا في خناقه ولا في حاله هجوم عليك، انت بتقتلهم ليه؟ ولو في حاجه في فكرك وفي منطقك بتقول اقتلهم يبقى الحاجه دي غلط، لازم ترجع عنها، لازم ترجع لافكار تانية. الافكار السوداويه الشيطانيه دي لا احد سيؤيدها، حتى لو كان في بعض الفقه الايديولوجي، مش عايز اقول اي حاجه على الديانات برضو، ان في فقه معين وفكر منحرف بيؤيد هذا، انت المفروض ان انت بقرايتك تقول ان الحاجات دي لا ما تنفعش. القتل محرم، حرمة الدم مش ديانات سماوية بس، وديانات وضعية كمان بتحرمها. الدم ده حاجة يعني عايزين نقول في الضمير الإنساني للناس اللي بلا ناموس، فالمفروض يدينوا حوادث القتل عموما. حوارنا في الآخر، مفيش حاجة اسمها تطهير للقضاء، ده في الآن هجوم على القضاء، وعلى القضاء في الآخر انه يأخذ حذره او انه ياخد خطوات استباقية ليرد بيها على هذه الهمجية وهذه البربرية في الفعل اللي حدث يوم الجمعة اللي فات، وحضراتكم شفتوا الصور. احنا بنصل الى نهاية برنامجنا النهاردة، وعلى امل ولقاء اخر السبت القادم ان شاء الله في حوار ورسالة. نترككم في رعاية الله واطيب الامنيات بالسعادة.